تجيب مقاومة 10 كيلو أوم، تبدأ تلحمها من هنا ومن هنا بسلك معاك. وهتكون محتاج كمان مكثف 16 مايكروفاراد فيما فوق، كل ما قيمة المكثف دي زادت كل ما كان أفضل. احنا عندنا الفيشة بتاعتنا أو السكن بتاعنا يبقى فيشة وفيها كابل. الكابل ده من الداخل عبارة عن سلكين، والسلكين دول متوصلين في الآخر بإيه؟ ببريزة معانا كابل، فيشة ذكر وفيشة نتاية ميل وفيميل. تمام، هنجيب المكثف 16 مايكرو فراد. المقاومة دي ممكن تجيبها من عند أي حد بتاع إلكترونات، ممكن تجيبها من أي جهاز كهربائي قديم موجود عند حضرتك وتبدأ تستخدمها معاك. تعالى بقى دلوقتي نشوف هنعمل الفكرة بتاعتنا ازاي بحيث نحمي وازاي نوصل الجهاز بتاعنا. حضرتك هتيجي الكابل ده من هنا كده، هتقطع هنا كده فردة واحدة من الاتنين. يبقى انا هاجي ادي السوكت النتاية بتاعي، وهنا كده هقطع، وادي الميل. هاجي هنا هوصل المقاومة بتاعتي 10 كيلو أوم، معاها من فوق كده المكثف بتاعي اللي هو 16 مايكرو فراد. ممكن تستخدم مكثف كبير، مجموعة مكثفات مروحة توصلها على التوازي مع بعض بحيث تحصل على قيمة كبيرة وقيمة مايكرو فراد كبيرة. لو جيت حضرتك هنا بقى وصلت الحمل بتاعك، وليكن لمبة، غسالة، أو ثلاجة، أو مروحة، أي جهاز، حصل هنا كده شورت، يعني الطرف ده لمس الطرف ده، اللي هيحصل إن اللمبة بتاعتك أو الجهاز بتاعك هيفصل ومفيش أي حاجة هتحصل، مفيش مفتاح أوتوماتيك هينزل، مفيش فيوز هيفصل معاك، وبكده أنت بتحمي الجهاز بتاعك من الاحتراق وتنجح على أي نوع من المواتير. المقاومة مع المكثف بتحمي من الاحتراق والتلف. بدل ما يحصل هنا شورت الجهاز بتاعك، كل الحكاية الجهاز هيفصل هيقفل هيطفي ومفيش أي أكشن تاني موجود معاك، وكأن المكثف ده شفط تيار السيركت، تيار الشورت سيركت اللي حصل في الدائرة، نحاه لغاه. امبارح نزلنا فيديو ازاي تحمي اجهزتك عن طريق توصيله كده، ولكن بعد نشرنا هذه الفكره الخزعبليه احد المتابعين الكرام نبهني لان الموضوع ده غلط وخطر ومش هيجدي معاك باي حاجه خالص. قال لي كده حرفيا، قال لي الجهاز هينطفئ وكل حاجه عند حدوث الشورت ويعاد للعمل مره اخرى بدون مشاكل، لكن من عيوبها كلما زودت الحمل هبط الجهد بصوره كبيره، ولو زودت سعه المكثف لا ينفع، هتحصل مشاكل اكبر. ممكن تجربها بنفسك وتتأكد من كلامي. وطبعا لاني انا بستفيد جدا ان ننزل معلومات غلط، حتى بنكشف بعض الافكار اللي موجودة على يوتيوب ومنتشرة بطريقة ما، لان انا ممكن اجي قدام حضرتك او مصور الفيديو واخد اللقطة والطريقة تبقى تمام والدنيا حلوة واشتغلت قدامك في الفيديو، وزي ما حصل في فيديوهات كتير، زي فيديوهات مثلا الدائرة المغلقة اللي احنا عملناه وبعدين رجعنا بسبب احد برضو الافاضل اللي نبهني الموضوع ده، وبعد سريشة كده اكتشفت فعلا الموضوع غلط. بنصور الفيديو قدام الناس والدنيا تمام وزي الفل، لكن مدى استمرارية هذا الاختراع، مدى استمرارية هذه الفكرة، لا احد يعرف، وده اللي بيبينها لينا تجارب المشاهدين. فطبعا لو اي حد عنده كومنت فعلا حتى لو سلبي بدون تجريح طبعا، ان ده شخص صباح الفل، ده برميه في صندوق المهملات، يعني ما عنديش طاقه، او انا واخد عهد على نفسي ان انا ما اقعدش اناهد مع حد. انما الشخص اللي بيحاول يقدم معلومه او بيحاول ينفعنا بطريقه ما، ده تمام، ده استمر يا باشا، اسلوبك محترم جدا، اكتب فعلا الطريقه ديت مش نافعه، الطريقه ديت فيها كذا وكذا، فيها العيب الفلاني، انا جربتها وحصل كذا، وبكده انا بستفيد وانت بتستفيد في نفس الوقت. الطريقه باختصار يا جماعه عشان ما اطولش عليك، كنا بنقول ان احنا بيبقى عندنا السوكت اهو، وكنا بنقول ان هي طريقه رهيبه، اسم الفيديو حتى طريقه رهيبه لايه، لحمايه اجهزتك من التلف. ده السوكت النتايه، وده الفيشه الذكر، تحط هنا كده مكثف او مقاومه الاول، ومعاها مكثف حوالي 16 مايكرو فراد. بنحط هنا مقاومة 10 كيلو أوم ولا بنجيبها من أي جهاز، أو جيت حطيت هنا حضرتك لمبة أو أي جهاز، غسالة، مروحة، الكلام ده كله، وجيت حضرتك هنا أهو قمت عامل شورت،
او حصل شورت في الحته دي، الطرف ده لمس الطرف ده، اللمبه بتطفي او الحمل بتاعك بيطفي، وفي نفس الوقت مجرد ما الشورت يروح يبقى انت ايه، اللمبه تعود للعمل مره تانية. هتعود للعمل مره تانية، بس انت كده انت يعني ايه ما استغنتش عن السيركت بريكر برضو ولا الفيوز. انت حميت السيركت بريكر وحميت الفيوز، يعني انت بالطريقه ديت كده بتاعتك دي حميت السيركت بريكر وحميت الفيوز مش اكتر ولا اقل. الجهاز هيعود للعمل مره تانية، بس كل ما تزود الحمل، كل ما الحمل ده يزيد، كل ما يكبر غسالة، كل ما تزود الحمل ده غسالة غير مروحة غير تكييف غير غير غير، لو حطيت كذا حمل على الفيشة ديت، ففي الحالة ديت هيحصل ايه؟ هبوط في الجهد. هبوط في الجهد ده اخطره ايه؟ اخطره ان الامبير هيزيد هنا كده، تمام؟ والامبير لما يزيد على الجهاز او الحمل ممكن يحرقه، يؤدي لاحتراقه. ولو حطيت كبرت ساعة المكثف هيكون برضو نفس مشاكل اكبر هتظهر معاك. فهي فكرة موجودة منتشرة مستخدمة، بنجربها قدام الكاميرا الدنيا بتبقى تمام، لكن لا ينصح بها، والاخص ان احنا ما شفناش حاجة زي كده تفيد. فبزيادة الحمل هيحصل فولتج دروب عالي، الفولتج دروب ده لما يعلى عند حضرتك اللي هيحصل ان الفولتج دروب ده لما يعلى اللي هيحصل ان الجهاز ده مش واخد الجهد المناسب ليه اللي هو يشغله، فبالتالي في خطورة على الاجهزة بتاعتك. فلا تجرب هذه الايه، هذه الطريقة. ده كان توضيح لأحد الفيديوهات المنتشرة واللي موجودة على يوتيوب بكذا طريقة وبكذا قناة وباستمرار. اعمل شير للفيديو ده عشان الناس تستفيد وتعرف الخطأ فين. أرجو أكون أفتح لك لو معلومة بسيطة النهاردة. لو استفدت لايك شير ومرحبا، شوفنا سبسكرايب في القناة. أشوفك على خير. كان معاك كالعادة عبد الرؤوف عنك عبد الرؤوف الساعة 8 على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كومنتس كانت جت عشان نقول الكومنتس بالظبط. في أحد برضو الإخوة الباشمهندسين المحترمين بيقول سؤال، الجهد بعد المكثف 220 فولت ولا اقل؟ يعني هو عايز يقول لي برضو ان هل حصل هبوط في الجهد ولا لسه الجهد زي ما هو. كمان الشورت لو حصل بالحمل خلاص حصلت المشكله والمفتاح مش هيفصل، ولو الشورت حصل قبل الحمل لا مشكله بالحمل. هذه الدائره تحمي المفتاح او الفيوز فقط، هل يمكن توصيل اي حمل على هذه الدائره؟ ده برضو اسئله واطرحها، وانا احييه طبعا على طريقة الطرح الجميلة. الاخر يعني قال لي ايه، قال لي هذه الطريقة تستخدم فقط للفحص مش اكتر، يعني ممكن حضرتك تستخدمها وانت بتفحص حاجة، شغال في حاجة وخايف ان الحاجة دي تحصل عليها شورت بتاع، ممكن تستخدمها تبقى جميلة معاك، لان كلما زودت الحمل هبط الجهد بشكل كبير جدا ولا يمكن الاستفادة منها. فقلت له ازاي برضه كيف لا يمكن الاستفادة منها وهي عند حدوث شورت بينطفئ الجهاز، وعند زوال الشورت بيعود للعمل مرة اخرى، كلما زاد الحمل ما المشكلة؟ ان نستخدم مكثف مناسب، ما رأيك؟ علمني جزاكم الله خيرا. فانا قلت له ان نعم الجهاز بينطفئ، هو بيقول لي بقى نعم الجهاز بينطفئ كل حاجة عند حدوث الشورت وبيعادل العمل مرة اخرى بدون مشاكل، لكن من عيوبها كلما زودت الحمل هبط الجهد بصورة كبيرة، ولو زودت ساعة المكثف لا ينفع، هتحصل مشاكل اكبر، ممكن تجربها بنفسك وتأكد من سلامة. كلامكم ثقة بالنسبة لي يا رجالة، وانا اصلا يعني داخليا ما كنتش برتاح للموضوع ده.